التغذية الصحية هي بتتبلور في ان احنا نظام اكلنا في اي وجبة من الوجبات اللي احنا بنتناولها، الطبق اللي احنا بناكل فيه يكون الطبق الصحي، نموذج للطبق الصحي. هو عبارة عن ايه؟ انا بقسم الطبق بتاعي لنصين، نص بيكون فيه النشويات والبروتينات وهنتكلم دلوقتي على انواعهم، والنص التاني بيكون فيه الخضار والفاكهة. معنى كده ان انا الانواع الاكل والمغذيات اللي باخدها من الاكل بتكون متوزعة على مدار اليوم، مفيش وجبة في اليوم بتاعي هتخلو من الخضار بصفة اساسية، سواء اذا كان الخضار ده هو مطهي، خضار ني في صورة سلطة، الفاكهة هنقول برضو بنوزعها ازاي. النص الاولاني من الطبق اللي هو بيشتمل على النشويات والبروتينات بيكون تقريبا الربع الطبق بيكون للنشويات والربع التاني بيكون للبروتينات. النشويات طبعا احنا عارفين مصدرها العيش، الرز، المكرونة، السكريات بصفة عامة وهنتكلم عليها بعد شوية بالتفصيل. يستحسن ان النشويات اللي احنا بنتناولها في الاكل بتاعنا يكون معظمها من النشويات المعقدة اللي هي نوع من تحتوي على الكربوهيدرات اللي بيكون هضمها بطيء شوية، تاخد وقت في الهضم بتاعها، تمتص في الجسم بطريقة تدريجية، فما ترفعليش سكر الدم بصورة مفاجئة.